تعود القياصرة إلى حكمهم، حتى أنه لما انهارت الشيوعية وكان حفل في الكرملين، وحضر هذا الحفل أحد حفدة القياصرة من الذين هاجروا وسكنوا خارج ما كان يسبب الاتحاد السوفيتي. فلما حضر هذا الحفيد الحفل ودخل مع يلتسن الذي كان رئيسا لروسيا الاتحادية، ضجت عاش القيصر عاش القيصر. كانوا يتمنون عودة القياصرة. والآن بعدما ظنوا أنهم سينقلبون من ضيق إلى رغد، ومن وحشة إلى أنس، ومن جوع إلى شبع، ومن مصادرة للحرية إلى حرية يتنفسون فيها كرامة الإنسانية، بعدما كانوا يظنون ذلك بتحولهم إلى النظام الآخر، يأسوا الآن من هذا الإصلاح الجديد وتمنوا أن تعود الشيوعية مرة أخرى. ففي تقرير أخباري نشرته جريدة عمان في عددها الصادر يوم الاثنين 21 من ذي القعدة الماضي الذي كان يوافق 9 نوفمبر، هذا التقرير كان بعنوان شرق أوروبا يحن إلى الاشتراكية. فيه من العجائب ما يذهب بلب الإنسان. جاء فيه أن استطلاع في البقر أثبت أن 70% يحنون إلى الشيوعية، لأنهم كانوا على الأقل يجدون لقمة يسدون بها مسغبتهم، ويجدون الطمر الذي يسترون به عوراتهم، وكانوا أيضا آمنين من بطش غير السلطة، كانوا آمنين من بطش بعضهم البعض. أما اليوم فقد انقلب بالأمر بالعكس، إذ أصبح الاحتكار للأموال عند طائفة من الناس، والسواد الأعظم يتضور جوعا ويهيم في هذه الأرض، ثم هم يعيشون في خوف وفي قلق، فلذلك يحنون إلى الاشتراكية. وفي صربيا 60% قالوا بأنهم يحنون إلى الشيوعية ويتمنون عودتها. وبوتين نفسه قال أعظم كارثة، وهي كارثة القرن، انتهاء الاتحاد السوفيتي. ثم بعد يومين من هذا التاريخ نشرت جريدة الوطن مقالا لغورباتشوف بمناسبة مرور 20 عاما على سقوط سور برلين، يعرب في هذا المقال عن خيبة أمله، وذكر كيف عندما انتهت الحرب الباردة كانوا يتطلعون إلى أن يعيش الناس في أمن وعدل ووئام، وأن تنتهي المشكلة وينتهي الظلم، ولكن اشتعلت الحرب الساخنة بدلا من الحرب الباردة في كثير من البلدان، والناس عانوا أكثر مما كانوا يعانون من قبل. وقال بأن الرأسمالية منتهية إلى طريق مسدود كما انتهت من قبل الشيوعية، فإذا الكل يدرك أنهم انتهوا إلى طرق مسدودة، وهذه هي عاقبة البطر وعاقبة الغرور وعاقبة الاستبداد والظلم. فعلى الأمة المسلمة أن تكتشف هويتها وأن تعرف مكانتها، فهي أمة مطالبة بأن تقود الأمم لا أن تنقاد للأمم، وأن تصلح الأمم لا أن تفسد بفساد الأمم، وأن تحرص على العمل بأمر الله سبحانه وتعالى لا أن تطمس شرع الله تعالى وحكمه. الأمة المسلمة مطالبة بهذا، وهذا يعني أن على الجميع أن يشتركوا في إصلاح هذا الجيل الناشئ وإعداده لتحمل هذه الرسالة والقيام بهذا الواجب والاطلاع بهذه الأمانة
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يقطع دابر أعداء الدين، وأن يستأصل شافة أجمعين. اللهم ربنا استخلفنا في أرضك كما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وأبدلنا بخوفنا أمنا، وبذلنا عزا، وبفقرنا غنى، وبتشتتنا وحدة، واجمعنا على كلمتك، وألف بين قلوبنا بطاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الآثام، وبك عن من سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم.